السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف الصورة اللي هتطلع لمواليد برج الميزان. صلي على الحبيب المصطفى، صورة إبراهيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. أحبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فالاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هذا استخارة جديدة لأخواتنا في الله مواليد برج الميزان. يلا يا أحبابنا نزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الميزان، صلي على الحبيب. أنا شايف إن أنتم داخلين على مشروع او شراء بيت جديد ان شاء الله. لما داخلين على مشروع او شراء بيت جديد، سواء مسكن او منزل جديد باذن الله تعالى. عندك كمان في حل مشكله كبيره، عندك حل مشكله كبيره. المشكله دي يعني كانت مدمره حياتك وعندك سداد دين بفضل الله تعالى. عندك حل مشكله كبيره وشايف برضو في سداد دين بفضل الله تعالى قريبا. وارى عندكم هنا يعني في ارى في مريض، في مريض عندكم، ارى عندكم مريض راح يشفى باذن الله. ارى عندكم حلم، هو صحيح تاخر، هذا الحلم صحيح تاخر بس على وشك التحقق، ارى انه على وشك التحقق. وهنا رؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح، وتوقعاتك فعلا في محلها، وإن شاء الله في تغير كل شيء لصالحك، في تغير كل شيء لصالحك أنت. عندك هنا خبرين حلوين، في عندك خبرين حلوين. أرى في طاقة إيجابية بإذن الله تعالى، في طاقة إيجابية قادمة ليك. وفي إحساس بالقوة طاغي عليكم لفترة. وعندكم برضو هنا أرى في اختبار من ربنا أنت بتمر بيه. أراك أنت بتمر به ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلام من هذا الاختبار بإذن الله تعالى. وفي عندك مفاجأة حلوة، في مفاجأة حلوة، المفاجأة دي يعني من شخص غالي عليك، المفاجأة من شخص غالي عليك، وأرى اعتراف بالحب ليك. يعني في مفاجأة والشخص ده هيعترف لك بالحب، هيعترف لك بالحب. او هنا ارى برضو في ربما ممكن تكون في صداقة، ارى صداقة او علاقة ممكن تكون عابرة هتتحول الى موضوع جدي يعيد الى حياتك باذن الله. عندك زعل، ارى في زعل جواك، واراك برضو هنا بتحاول يعني تضحك ومش ظاهر ضيقتك. صدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير وعوض ورزق كبير من ربنا ليك قريبا بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب اللي شفته هانت خلاص ديارك النصرة ومعاها الفرحة كبيرة ليك بإذن الله تعالى. أرى عندك بشرة خير، بشرة خير بعد أيام. في عندك سفر غير متوقع، أرى في سفر غير متوقع قدامك، طريق سفر. وعندك صلح مع غائب، يعني في حد عندك أنا هتشافه إنك هتصلح معاه، في صلح مع غاية. وفي رد حق، عندك رد حق، في حد ظلمك كسر قلبك جرحك أخذ مالك، عندك رد حق بإذن الله تعالى. أرى في امرأة تكرهك، امرأة تكرهك وانت مخدوع، يعني أراك وانت مخدوع فيه، بس هتنصدم لما تعرفها. واحذر مكيدة، احذر مكيدة أو احذر حفرة أمامك قبل ما تقع فيها، ولكن ربنا هينديك منها، ربنا هينديك منها. في هنا شيء يعني أرى في شيء هيحصل لك، هيغير مدر حياتك بالكامل. استعد لي لأن الفرحة والطريق قدامك بإذن الله تعالى. بس أنت هنا مضغوط عاطفي، أراك مضغوط يعني ما بين شخصين، في شخصين قدامك، أنا شايف في شخصين، خلي بالك واختار كويس او اختار صح وبلاش توقع نفسك. ارى هنا للمنفصلين، ارى يعني انفصلت عن شريك عمرك او حبيبك بسبب سحر، حصل في سحر، سحر بالوقف والتعطيل والخلافات. في منكم من حصل انفصال في الشريك، بس الشريك يقصى يعيش اقصى حالات الندم، ندمان، اراه ندمان ويعيش اقصى حالات الندم على فراقك.
هو حصل السحر ما بينكم، منكم الآن من يعاني من السحر بالتعطيل وبالخنقة وبالضيق وبالمشاكل وبالنفور وبالتعب وتعب في العمود الفقري وفي الرجلين ودوخة، هاي من السحر. أرى هنا للبعض منكم برضو عنده مبلغ مالي، يعني ممكن المبلغ المالي دي بعد أيام، بعد أيام، وشخص أسمر واقف في طريقك. أرى في شخص هنا أسمر واقف في طريقك، الشخص ده عايز منك حاجة، خلي بالك منه. للبعض هنا أراك يعني تريد الارتباط، في منكم من يريد الارتباط، ولكن من عندك شوية عراقيل من أهل الذي تريده، مش من أهلك أنت، من أهل الذي تريده، هم اللي موقفين الارتباط. بس هنا شايف في شخص بيفكر فيك، شخص يفكر فيك طويلة ويتأمل صورتك كمان، وانت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا. صدق هذا الشعور، صدق هذا الشعور لهذا الشخص. أرى في تفكير هنا، أنت يعني أنت هنا بتفكر في شراء شيء جديد، سيارة، فيلا، منزل، بشراء شيء جديد وإن شاء الله راح يكتمل، بس أنت بتكمل مبلغ مالي، أراك بتكمل مبلغ مالي لتشتريه. وأرى هنا كسرة تفكيرك، يعني بلاش كسرة التفكير والقلق اللي أنت فيه، تفكير 24 ساعة، كسرة تفكيرك لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وراح تنحل أمورك بإذن الله تعالى. وراك انت ماشي خرجت يعني او خارج من فتره صعبه طويله، خارج من فتره يعني صعبه طويله، الفتره دي صعبه وطويله معاك، بس في حب جديد، ارى في حب جديد يطرق قلبك، في حب جديد يطرق قلبك. وللبعض هنا في كلام يعني كتير بيتقال عليك، وانت عارف الشخص ده، انت عارف الشخص ده يعني، بس انت يعني مش في دماغك، ما خطوش في دماغك، تارك الامور كما هي. بس في صلح، أرى في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين، في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا دعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. أنا شايفك أنت هنا بس سايب كل حاجة، يعني وراك بتحاول تاخذ القرار اللي يناسبك، بس أنت في حاجة منتظرها، في حاجة أنت منتظرها. إيه هي الحاجة اللي منتظرها دي؟ يعني انا شايفك منتظر ورقه، منتظر حاجه معينه تحصل معاك، في حاجه منتظرها تحصل معاك عشان تغير يعني من حياتك، الحاجه دي انت منتظرها عشان تغير من حياتك او يعني الموقف اللي انت فيه. بس خلي بالك، خلي بالك من الست دي، واحده ست مش كويسه قوي، خلي بالك منها وكون حذر منها. الست دي عايزه تاخد كل حاجه من عندك، بتاخذ كلامك وتركب عليها كلام، او بتسحب كلامك وبتزود عليها كلام وبترمي عليها كلام تاني، هي سبب السحر. الست دي زي الافعى، خلي بالك منها وكون حريص، لان في حاجات كتيره بتحصل وانت مش متوقعها، او هتدرى قدامك او هتحصل قدامك وهتشوفها بعينيك، لان حصل شايف مشاكل ما بينك وما بين الشريك او حصل. بس خلي بالك انت عندك صدمة، في صدمة خدتها، صدمة خدتها، ومش قادر كمان يعني ترفع وشك لفوق، وبتدعي ربنا يا رب فرح قلبي، يا رب شيل القهر اللي في قلبي، شيل الكسر يا رب اللي في قلبي، لان انا شايفك مكسور وحزين ومحتار. بس الايام اللي دي عندك خير وراحة بإذن الله تعالى، عندك خير وراحة. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. هو في شوية بيبان اتقفلت في وشك، كل البيبان اللي اتقفلت في وشك راح تفتح ليك مرة ثانية بإذن الله تعالى، وعندك حياة جميلة وعندك حاجات جميلة بإذن الله، وربنا يكتب لك الحاجة اللي هتكون من نصيبك، يعني الحاجة دي هتكون ليك أنت بالفرحة، بالسعادة، بالسعادة ليك. أنا شايفك إن أنت ماشي مش عارف تعيش حياتك، محتار، مش عارف تعيش، مش عارف تاخذ القرار الصح اللي ليك، مش ما فيش حاجة بتكمل معاك، في تعطيل عندك، في وقف، لكن بفضل ربنا كل حاجه راح تمشي في الوقت المناسب ليه. عندك انطلاقه حلوه وعندك فرحه حلوه، وفي ارض، بارض بيتك، ارى في ارض بيتك في فرحه، ممكن تكون ارتباط او زواج او رضوع او فرحه بمولود باذن الله تعالى، في فرحه في ارض بيتك، ارض بيتك اراك فرحان مبسوط سعيد. انت هنا سمعت كلام كسر نفسك، بس كسر نفسك، انا اعرف ان انت سمعت كلام كسر نفسك، الكلام دي درحك، كسر قلبك، زعلك، خنقك، يعني متضايق، مش حابب تتكلم مع حد، قافل على روحك البيبان، قاعد مع نفسك، بتفكر 24 ساعة. بس الايام اللي جاية في حاجات حلوة عندك، عندك امنية هتتحقق وانت مستنيها الامنية دي.
في عندك قضية في المحكمة، عندك قضية في المحكمة راح تأخذ فيها حكم لصالحك، وعندك سرد حق، في عندك حق يعني ميراث أو حد أخذ حقك أو ليك عند حد فلوس، لأن في سرد حق ليك. في انطلاقة داية قدامك أرى فيها تغيير، فيها طاقة فرد، طاقة حظ، طاقة سعادة، عندك أكثر حد طاقة الفرد، لأن أنت محتاج مبلغ مالي، لأن الطريق كثيرا تقفلت أمامك والبيبان كلها كانت متقفلة أمامك، هتبدأ تفتح معاك البيبان. المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بين الشريك، يعني أشوف المشاكل دي حصلها يعني سببها غيرة، سببها عدم التوفيق ما بينكم أو التوافق ما بينكم بسبب السحر، بسبب الست دي اللي قلت لك خلي بالك منها، لأن هي مسوية لكم هاي السحر، هي اللي مسوية لكم هاي السحر. بس خلي بالك هنا، يعني الأيام اللي جاية أرى عندك تغير، عندك تغير، يعني أنا في تغيير حال يعني بإذن الله تعالى، وأرى برضو يعني عندك هتتغير من حال الحال، وأكتر حاجة عندك فيها أنت خاطط دماغك إنك تنتقل من المسكن اللي أنت فيه أو المنزل اللي أنت فيه، حابب تنقل لمكان آخر، هتحس بالراحة، تحس بالسعادة بإذن الله تعالى. شايفك بس واقف محتار، محتار مش عارف تاخذ القرار، لأن رقم محتار، في قرار قدامك بس مش عارف تاخده، أو خايف تاخده تندم، ترجع تندم تاني، محتار، عندك تفكير، تعبت، يئست، عندك إحباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك ألم في المعدة، صداع وغير منتظم، عندك ألم في الظهر، في الرجلين، اكتر حدا الضيق واكتر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين المشاكل واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في اي شيء. عندك مبلغ مالي، اول حدا في مبلغ مالي ديلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك او فك زنقة او يفك حدا معاك، في مبلغ مالي ديلك كويس، ممكن نقول مكافأة او ردوع دين او حوالة، في مبلغ مالي ديلك باذن الله تعالى. عندك عتبة جديدة، العتبة جي مسكن او عتبة جديدة فيها راحة ليك. عندك هنا حد حيران، ارى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقلة عندك وتغير جذري بامورك، يعني عندك حالات كثيرة فيها الفرحة ليك، لانك يئست، اللي تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت، بتقول امتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت ان شاء الله بكره تنحل، وهتنحل، هتنحل. في مكالمه ديالك، المكالمه دي فيها شغل ليك او وظيفه، في وظيفه عندك ديالك، وظيفه او شغل او حاجه من سبب المكالمه دي. في شراء بيت، شراء بيت او تغير محل اقامه، منكم بعاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل باذن الله تعالى او شراء بيت باذن الله، وفي تغير اقامه. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضو، يعني هتنتصر باذن الله تعالى، الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، اذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخذ حقك، عندك نصرة باذن الواحد الاحد، عندك نصرة باذن الله تعالى. بس ارى في اراكم يعني تعبانين، وتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، مش عارف تاخذ قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في ايام حلوة، في تغير للافضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت او مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار، هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجة راح تنحل، بلاش العصبية، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجة هتنحل، لأنه أرى عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر أو من المس القديم، في منك البنات أو أخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، عندك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. انتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس، الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب،
الشفاء للأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي، بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ في حد ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق، لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس، عندك روحانياتك شديدة، حافظ على روحانياتك، إزاي؟ بلاش الكلام. انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، طب انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه. واكتر حدا رؤيتك المناميه، حافظ على رؤيتك المناميه، تحافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحه ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير. المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك، والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك. أنت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر أه إزاي أبعد نفسي منها، ما خليهاش تأذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا هيشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها أو بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل، هتنساك، مش هتعرف توصلك، مش هتعرف تأذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك بإذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لأن أرى الدمعة نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكررة على لسانك كثير، حقك رادع بإذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركة ذكر الله. ببركة ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين هيسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عودة للمنفصلين، في عودة، أرى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراكها البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان، سعيد، سعيد. عندك حل مشكلة كمان، مشكلة دي كانت مشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك، عندك هتحل المشكلة دي، المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص، بس هي مشكلة كانت ممكن توجعك في وجعة كبيرة. والمريض اللي عندك راح يشفي اللي انت زعلان عليه، هو عندك يعني بس احتفظ، عندك حلم مزعج معاك، ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، سود، رؤيات منامية تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر، اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر، ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عالية، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محلها.
كل حاجه بتتوقع. طاقتك اللي السلبيه اللي عندك دي، اللي الغيمه اللي حواليك، الغيمه اللي على عينيك، اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقه السلبيه، لان طاقه ايجابيه قد مليكم. النور هيكون حواليك وهيكون حواليك، يفتح لك جميع الابواب. طاقه النور حواليك، الطاقه الايجابيه دي خلاص قد مليك. عندك احساس بالقوه طاغي عندكم. هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه، انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك باذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك. الشخص ده يعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة هتتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. فانا عارف في زعل دواك، زعلان، في زعل دواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك. صدقني ربنا يهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك باذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصره. اراك برضه يعني زعلان على احباب اطفالك او زعلان على اخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض او ما يبعدوش. ان شاء الله كل شيء هيكون في ظنك باذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحره او هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها هتنشغل عنك، وستفادى بالافراح والقادمه، لان الفرحه في ارض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في ارض بيتك الفرحة، ممكن خطوبة لاما زواج باذن الله تعالى. في بشرة بمولود، بشرة بمولود ان شاء الله، لو بتفكر في المولود او الاطفال، لو عندكم اطفال في فرحة، في فرحة باطفال ان شاء الله، يكون نجاح في المدارس باذن الله تعالى، عنده نجاح في امتحاناته، او بشرة باطفال جديدة بحمل، ستبدل كل احوالكم باذن الله تعالى للاحسن، ستبدل. بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مزعلك، وانت يعني في حد مزعلك برضو، الشخص اللي مزعلك يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني، في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك، هو معاك، بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف لانك خايف برضو على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان راك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت بيه، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص ثلاث خطوات، انت كنت محتاجه، كنت محتاجه باذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه، انت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، لان انت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن اراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، او مش عارف يوصل لك، او مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم باذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف، راك قلقان وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه، يعني مكالمة هتديلك هتفرحك بسببه. المكالمة دي ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل، نجاح، لأن أراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع أو الموضوع اللي أنت فيه، قلقان عليه المشروع ده. إن شاء الله في نجاح، في طاقة نجاح بإذن الله تعالى، المشروع ده راح ينجح معاك، لأن طاقة النجاح قريبة بإذن الله تعالى، راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك،
بس اكتر حاجه بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك او اهدافك او شغلك او وظيفتك او بلاش كثره الكلام بلاش. في مناسبه حلوه، ويعني مناسبه حضور حفله او مناسبه في ارض بيتك، عندك مناسبه حلوه باذن الله تعالى، المناسبه دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد، في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر او انت عايز تسافر لشغل او فسحة او شغل، او يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه انت ما دخلتش فيه. الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر، بس لسه ما دخلتش فيه. واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر، احبابي في الله السحر، ان شاء الله راح تفك السحر وراح يخرج من بيتك كل شيء بالاذى، بيخرج كل شيء باذن الله تعالى، وتعيش في الراحه والامان، والشغل قدامك مفتوح باذن الله تعالى. واكثروا من الاستغفار، واكثروا من الصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. احبابي في الله، فضلا وليس امرا، ادعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء داخل القناه، كل حاجه يلا تدخل داخل القناه، تطلع لفوق الفيديوهات هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا